المواضيع بحال المشاكل تاع الكوب، المشاكل تاع لافامي، المشاكل ديال لاميتي، الوغ كله في واحد القالب كوميدي اجتماعي. شفت انا الجزء الثاني هو خاصك تمزج الشباب في كل شيء، كل شيء في التمثيل. هاك دابا تبارك الله، شو كي لاك؟ تبارك الله صناعي، شو ان جو. الوغ تعطات فرصة باش تدي ميكرو باش تسمي بحال، تعطات فرصة للشباب خاصك تعطاها فرصة باش يقول كلمتو، باش يقول شنو كنديرو، لأن كنزيدو قدام يعني فكر جديد، انرجي جديدة. الفيلم لي شوا تيبقاو ديما ديال المخرج لان هو اللي عنده الكلمه الاخيره في لي شوا ديال الارتيست. لي سينو ليستوار دايره في اطار شبابي، لان خمسه تاع الشخصيات البطله ديال الفيلم هما شباب، لان كيسحاق كيتعرفوا وكيعيشوا هاد المغامره هادي. حتى ستيلو الا صعيبه بحال ما قال كتكتبيه في جريده، وخا تيكون تيبان لينا حنا صغير، مي معرفتي بالصحافه والدراري الصحفيين اللي كيكتبوا هذاك دوك السطيرات راه كيدوك حوالي كامل وهما خدامين باش يكتبوا لنا حنا داك السطر. سبوسا كنتوجه لهم التحيه، يعني اي حاجه كتحطي فيها القلم ولا كتقدر تكتب قدام اورديناتور راه ما ساهلش، يعني لا كوميديا ولا دراما. شنو تقدر تقول للاصدقاء ديالكم اللي متقدمين اللي جاو يدعموكم؟ نقول شكرا بزاف، لان المؤازره والتشجيع اللي طرات من الناس اللي كيتقرب لك في الميدان كتكون حافز باش بادم يزيد قدام، وعاد الكبليك اللي جا تبارك الله عليهم جاو يتعاونوا معنا وجاو يشجعونا، تنقول لهم شكرا بزاف.